مرحبا بكم مجددا أعزائي الحضور في حفل معايدة إسترلاب 2011، حيث نختتم فعاليات هذا الحفل المبارك بإعلان الفائزين بمسابقات إسترلاب للفترة الماضية، وهي جوائز تلفزيون إسترلاب على اليوتيوب والمعروف باسم إسترلاب تي في، وأيضا جوائز الفائزين في مسابقات نادي إسترلاب للمخترعين على الفيسبوك. نبدأ بداية بجوائز تلفزيون إسترلاب على اليوتيوب، حيث كان عدد المشاركين قد تجاوز 430 مشارك، وسيحصل 10 منهم على جوائز قيمة، والأول بالطبع سيحصل على الجائزة التي وعدناكم بها، وهي جهاز الآيباد 2 الذي ينتظركم منذ الافتتاح. مهمتنا الآن اختيار اسم سعيد الحظ الذي سيحصل على جهاز آيباد 2. يا ترى من هو سعيد الحظ الذي سيحصل على هذا الجهاز؟ ونختار هذا الاسم من القاع، وهو طبعا الاسم واضح، KSAVIP. مبروك لصاحب هذا الاسم في تلفزيون إسترلاب، حيث أنه سيحصل على جائزة الآيباد. ألف مبروك. والآن سنقوم بسحب الجوائز التسعة القيمة الأخرى، حيث أن الفائز الثاني هو أعطوني في الكنترول اسمه، التواق AH، هذا هو الفائز الثاني، التواق AH، مبروك عليك أو مبروك عليك، لا أعرف بصراحة. نختار الآن الاسم الفائز الثالث أيضا من القاع، أيوة هذا هو الاسم الفائز، مستر ام ار اس 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 111222، مستر اس اس اس، مبروك انت الفائز الثالث. والان نقوم بسحب الفائز الرابع، هذه المره من الاسماء الموجوده على السطح. مس كيوترونا، مس كيوترونا هي الفائز الثاني على ما أظن، أو الفائز بلا صح الرابع، هذا اسم الحساب، وسوف الآن نسحب اسم الفائز الخامس.
ناخذها الان هذا الاسم من احد اركان الصندوق. يا ترى من هو؟ اعطوني في الكنترول اسم الفائز الخامس. ENGWMS. مبروك، انت الفائز الخامس. أما الآن مع الفائز السادس وهو الاسم حصة 91. مبروك عليك أخت حصة. الفائز السابع سوف نعجل قليلا حتى لا نأخذ من وقتكم أعزائي الحضور. أعطونا الاسم سوزو 2001. زوزو 2001 مبروك عليك، أنت الفائزة السابعة. بقت الآن ثلاثة جوائز. الاسم، أعطوني الاسم CIA 2382. مبروك عليك، أنت الفائز الثامن. و بسرعة اخترنا الفائز التاسع وهو زياد 606. مبروك عليك يا زياد. والفائز الأخير، الفائز العاشر، سوف أخذه من أسفل الصندوق. يا ترى من هو؟ إنه لاما SHW. مبروك على جميع الفائزين العشرة بالجوائز القيمة، والفائز الأول مبروك عليه جائزة آيباد 2. وكما يسرنا أن نعلن عن أسماء الفائزين بمسابقات نادي اصطلاب للمخترعين، وهم جاءت إلي لستة طبعا من المدير الرائع لنادي اصطلاب المخترعين على الفيسبوك الأستاذ معاذ المعيذر. والفائزين هم طارق ربادي، مروان أحمد، أحمد حبيب، حنان المرزوقي، ومشاعل بانخر، وعوني فتحي. وتحية ذهبية للأخت ريم العمران التي استطاعت أن تفوز بجائزة ومسابقة نادي اصطلاب المخترعين لثلاثة أسابيع. تحية ذهبية لها، ونراكم بإذن الله في مرة قادمة مع فعاليات اصطلاب، حيث المتعة والمعرفة والجوائز. وكل عام وأنتم بخير.